فرضية الكون القابلة للحوسبة. القسم الثاني. تاريخ تسمية الكون القابل للحوسبة. لم يعثر على أي وصف للكون كحاسوب قبل القرن العشرين. صحيح أن الذريين أتوميستس الإغريق القدامى اعتبروا أن الكون مشكل من تفاعلات أجزاء صغيرة، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كانت هذه الأجزاء عبارة عن وحدات لمعالجة المعلومات. ابتكر لابليس كائنا افتراضيا يقوم بحساب مستقبل الكون كله، غير أنه اعتبره كيانا منفصلا عن الكون وليس الكون نفسه. بينما لم يكن تشارلز بابيج متحمسا لاستعمال جهازه كنموذج للظواهر الفيزيائية بعكس آلان تورينغ الذي كان مهتما بأصل الأنماط وقام بعدة أبحاث عن الموضوع. كان أول وصف صريح للكون كحاسوب ضخم في عام 1956 في رواية الخيال العلمي The Last Question لإسحاق أسيموف. في هذه القصة يخترع البشر مجموعة من الحواسب التناظرية لمساعدتهم على استكشاف مجرتهم أولا ومن ثم المجرات الأخرى. الرابط بين الحوسبة وعلم الفيزياء بدأ بالظهور في بداية عام 1960 من قبل رولف لانور في شركة IBM. فكرة أنه يمكن اعتبار الكون كحاسوب اقترحت من قبل فريدكن وبشكل مستقل من قبل كونراد زويس. فريدكن وزويس اقترحا أن الكون يمكن أن يكون نوعا من الحواسيب الكلاسيكية سميت بالمشتغلات الآلية الخلوية التي تضمنت صفوفا من البتات التي تتفاعل مع البتات المجاورة لها. وحديثا طور ستيفن وولفريم هذا المقترح وبسطه. فكرة استعمال المشتغلات الآلية الخلوية كأساس لنظرية الكون تبدو مثيرة للاهتمام، لكن مشكلتها أن الحواسيب الكلاسيكية غير قادرة على إعادة إنتاج الظواهر الكمومية كالتشابك الكمي Quantum Entanglement. وهناك سبب آخر مثل ما ذكر في السابق، وهو أن محاكاة جزء صغير من الكون على حاسوب كلاسيكي تتطلب حجما يعادل حجم الكون. لذلك فمن المستحيل اعتبار الكون كحاسوب كلاسيكي مثل المشغل الآلي الخلوي. الحدود الفيزيائية للحوسبة. بامتلاك المعارف اللازمة لمبادئ الحوسبة الكمومية وميكانيكا الكم، يصبح من السهل معرفة كمية الحوسبة التي في إمكان أي نظام فيزيائي القيام بها. أظهر سيد لوين في ورقته البحثية Ultimate Physical Limits to Computation كيف يمكن حساب القدرة الحوسبية لأي نظام فيزيائي بمعرفة كمية الطاقة الموجودة في النظام وحجم النظام. كمثال استعمل هذه الحدود لحساب القدرة الحوسبية القصوى للكيلو جرام واحد من المادة المخزنة في حجم لتر واحد من الفضاء. يزن الحاسوب المحمول الاعتيادي 1 كيلوغرام تقريبا ويأخذ حجم 1 لتر من الفضاء، ولذلك سنسمي الحاسوب ذو 1 كيلوغرام والواحد لتر بالحاسوب المحمول الفعال. ويوجد صورة توضيحية في المقال للحاسوب المحمول الفعال. يا ترى ما مدى قوة الحاسوب المحمول الفعال؟ إن أول عائق أساسي أمام الأداء الحوسبي الجيد هو الطاقة، فكمية الطاقة تحدد مدى السرعة. مثلا لنعتبر إلكترونا ذا بت واحد والذي يتحرك هنا وهنا، كلما كانت لديه طاقة كبيرة كلما تحرك بسرعة هنا وهنا.
واستطاع تغيير حالة الكيو بيت أو بيت فليب لديه بسرعة. السرعة التي يغير فيها الكيو بيت حالته تخضع لنظرية تعرف بنظرية مارغولوس ليفنتن، وتقول النظرية أن أقصى معدل للسرعة التي يتغير وفقها نظام فيزيائي معين، إلكترون مثلا، متناسب مع طاقته. فكلما توفرت الطاقة كلما قل الزمن اللازم للإلكترون للانتقال من حالة لأخرى. النظرية عامة جدا، فهي لا تهتم بأي نظام يقوم بتجميع المعلومات ومعالجتها، بل تهتم فقط بكمية الطاقة التي يمتلكها النظام الفيزيائي لمعالجة هذه المعلومة. لنعد إلى مثال الحاسوب الفائق. تمتلك جميع الذرات والإلكترونات المكونة لحاسوبنا درجة حرارة أعلى بقليل من درجة حرارة الغرفة، وتكون كل ذرة من هذه الذرات وكل إلكترون من هذه الإلكترونات في حالة اهتزاز، وكمية الطاقة اللازمة لكل هزة هي نفسها بين الإلكترونات والذرات. ببساطة، فإن كمية الطاقة في كل هزة متعلقة بدرجة الحرارة وليس بحالة الإلكترون أو الذرة. لهذا تتساوى الوتيرة التي تغير وفقها الإلكترونات حالاتها من هنا إلى هناك أو من صفر إلى واحد مع وتيرة تغير حالة الذرات والإلكترونات، والذرات تغير حالة كيوبيتاتها بالوتيرة نفسها. تقدم نظرية مارغولوس ليفتين طريقة لحساب قيمة معدل السرعة القصوى التي يمكن الكيوبيت فيها تغيير حالته. نأخذ قيمة الطاقة اللازمة لتغيير حالة الكيوبيت، نضربها بأربعة، ثم نقسمها على ثابت بلانك بلانكس كونستانت، فنحصل على عدد المرات التي يمكن فيها الكيوبيت أن يغير من حالته في الثانية الواحدة. عند تطبيق هذه القاعدة على الحاسوب الفائق، وجد سيف أن كل ذرة وإلكترون في حالة اهتزاز في الحاسوب يغير حالته بحوالي 30 تريليون مرة في الثانية. طبعا المعدل الذي تغير به الإلكترونات والذرات حالاتها يفوق المعدل الذي تغير به الحواسيب التقليدية بتاتها. الحاسوب الذي نكتب عليه، يقول سيرف، يستهلك من الطاقة لشحن وتفريغ المكثفات التي تحفظ بتاتا ما يعادل ملايين المرات كمية الطاقة التي تستهلكها الإلكترونات والذرات لتغيير حالاتها. لكنه، يواصل سيرف، يعمل أبطأ بعشرة آلاف مرة من ذرات الحاسوب الفائق. يمكننا حساب كمية الطاقة اللازمة للقيام بعملية الحوسبة على الحاسب الفائق باستعمال عبارة أينشتاين الشهيرة E تساوي M بC مرفوعة للأس 2، حيث تمثل E طاقة والM كتلة الحاسوب والC سرعة الضوء. فالطاقة تساوي كتلة الحاسب مضروبة بسرعة الضوء مرفوعة للأس 2. يزن الحاسوب الفائق 1 كيلوغرام، وتساوي سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية. بتطبيق المعادلة نجد أن الحاسوب الفائق يمتلك 100 مليون بليون، أي 10 بالأس 17 جولز من الطاقة للقيام بالحوسبة. وبوحدة أكثر استعمالا يمتلك الحاسوب حوالي 20 مليون مليون، أي 2 مضروبة بعشرة مرفوعة للأس 13 كيلو حريرة من الطاقة. هناك وحدة أخرى لحساب الطاقة، وهي كمية الطاقة المحررة في انفجار نووي، إذ يمتلك الحاسوب الفائق 20 مليون طنا من TNT لتنفيذ عمليات الحوسبة، أي ما يعادل كمية الطاقة المحررة من قبل قنبلة هيدروجينية ضخمة. في الحقيقة، عندما يكون الحاسوب الفائق في أعلى مستويات قدراته مستهلكا كلما توفر لديه من طاقة، يكون داخله ما يشبه الانفجار النووي، وتكون كل الجسيمات الأولية التي تخزن وتعالج المعلومات بداخله في اهتزازات تحت درجة حرارة بحدود البليون مئوية. يظهر الحاسوب الفائق كجزء صغير من الانفجار العظيم، وعليه يكون عدد العمليات في الثانية التي يمكن لحاسوبنا الصغير والقوي القيام بها ضخما جدا.
مليون بليون 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 عملية في الثانية، أي 10 مرفوعة بالأس 51. القدرة الحوسبية للكون. لنفترض أن كل المادة والطاقة المتواجدتين في الكون قد سخرتا للقيام بعمليات الحوسبة، كم ستكون قدرة الحاسوب الناتج؟ يمكننا حساب مدى قوة هذا الحاسوب الكوني المؤلف من كل ما يشكل هذا الكون بالطريقة نفسها التي حسبنا فيها قدرة الحاسوب الفائق في العالم. كما ذكر سابقا، كمية الطاقة تحدد السرعة، ولقد تم حساب كمية الطاقة الموجودة في الكون والتي يحفظ الجزء الكبير منها داخل الذرات بدرجة عالية من الدقة. فإذا قمنا بحساب جميع عدد الذرات الموجودة في النجوم والمجرات وأضفنا إليها المادة الموجودة في السحاب ما بين النجمين، نجد أن معدل كثافة الكون يساوي ما مقداره ذرة هيدروجين واحدة كل متر مكعب من الفضاء. لكن هناك أشكال أخرى للطاقة في الكون، فمثلا يحتوي الضوء طاقة أيضا لكن بمقدار أقل من الموجودة في الذرات. يشير معدل دوران المجرات المتباعدة إلى وجود مصادر بعيدة وغير مرئية للطاقة تأخذ أشكالا غير معروفة، فالوتيرة اللانظامية التي يتمدد بها الكون تشير إلى وجود شكل آخر من أشكال الطاقة سمي العنصر الخامس كوينتيسنس، غير أن كمية الطاقة الموجودة في هذه الأشكال الغريبة لا تتعدى 10 أضعاف ما تحتويه المادة العادية من طاقة، وهذا لا يؤثر بشكل كبير في مدى القدرة الحاسوبية للكون. قبل البدء بحساب القدرة الحوسبية للكون فلنكن واضحين حول ماهية الشيء الذي نقوم بحسابه. تدل الأدلة المجمعة من الملاحظات البصرية على أن الكون غير محدود وفي توسع مستمر في كل الاتجاهات. بطبيعة الحال في فضاء لا محدود تكون الطاقة لا محدودة أيضا، وبالتالي يكون عدد العمليات المنجزة وعدد البتات في الكون لا محدود أيضا. لكن الملاحظات تخبرنا أيضا أن للكون عمرا ذا نهاية أقل بقليل من 14 بليون عام. لا تستطيع المعلومة السفر أسرع من الضوء لأن للكون عمرا منتهيا ولأن سرعة الضوء منتهية. فإن جزء من الكون الذي يمكننا الحصول على معلومات عنه منتهي أيضا. هذا الجزء من الكون الذي يمكننا الحصول على معلومات عنه يوجد ضمن ما يسمى بالأفق الكوني Cosmological Horizon. أما ما وراء الأفق الكوني فلا يمكننا سوى تخمين ما يحصل هناك. إن العدد الذي سنحصل عليه يمثل كمية الحوسبة الممكنة ضمن الأفق الكوني. عمليات معالجة المعلومات الحاصلة خارج نطاق الأفق الكوني لا تؤثر على نتيجة أي عملية حوسبية واقعة ضمن الجزء الملاحظ من الكون منذ الانفجار العظيم. إذن عندما نقول حساب القدرة الحوسبية للكون فالمقصود حقا هنا هو حساب القدرة الحوسبية للجزء الواقع ضمن الأفق من الكون. يتوسع الأفق الكوني باستمرار مع الوقت بمعدل 3 أضعاف سرعة الضوء، وباتساع الأفق الكوني تظهر المزيد من الأشياء لنا، ومعها تزيد كمية الطاقة المتوفرة للقيام بالحوسبة. كمية الحوسبة التي يمكن إجراؤها في الجزء الواقع ضمن الأفق من الكون تزيد مع الوقت منذ الانفجار العظيم. يبعد عنا الأفق الكوني مسافة 42 بليون سنة ضوئية. يحتوي كل متر مكعب من الجزء الواقع ضمن الأفق في المتوسط على ما يعادل كتلة ذرة هيدروجين لكل متر مكعب. كل ذرة هيدروجين تحرر طاقة E تساوي MC مربع. بجمع كل قيم الطاقات الموجودة في الكون نجد أنه يحوي 100 مليون بليون 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 جول من الطاقة.
أي 10 مرفوعة للأس 71. معظم هذه الطاقة حرة أي متوفرة للقيام بالحوسبة. لحساب السرعة القصوى التي يعالج فيها الكون المعلومات نطبق نظرية مارغولوس ليفتين. نأخذ كمية الطاقة الموجودة في الأفق الكوني، نضربها بأربعة ونقسمها على ثابت بلانك، والنتيجة هي أنه في كل ثانية يتمكن حاسوب يحتوي كل الطاقة الموجودة في الكون من القيام بمئة ألف جوجول عملية، وهو ما يساوي 10 مرفوعة للأس 105. خلال 14 بليون عام منذ نشأة الكون، هذا الحاسوب الكوني الافتراضي استطاع القيام بحوالي 10,000 بليون بليون جوجول عملية، وهو ما يساوي 10 مرفوعة للأس 122. ماذا بعد؟ الآن نحن نعلم أن الكون يقوم بالحوسبة، ونعلم القدرة الحوسبية للكون، ويسأل سائل: وماذا الآن؟ ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه فكرة الكون كحاسوب كميا عملاق؟ لدينا نظريات ممتازة في نظرية ميكانيكا الكم للجسيمات الأولية، وماذا لو أن هذه الجسيمات الأولية تعالج المعلومات وتقوم بالحوسبة؟ هل نحتاج حقا للتفكير في وضع إطار نظري جديد لطريقة عمل الكون؟ جميع هذه التساؤلات معقولة. الصورة المتفق عليها للكون من منظور فيزيائي تعتمد على نموذج يرى الكون كآلة. الفيزياء المعاصرة تقوم على النموذج الآلي، أي يحلل المحيط اعتمادا على الآليات الباطنية، وفي الواقع هذا النموذج هو أساس كل العلوم الحديثة اليوم. نموذج الكون الحوسبي يقدم نظرة جديدة عن طريقة عمل الكون، لعل من أهمها هو تفسير التعقيد الموجود في الكون بشكل عام والحياة على الأرض بشكل خاص. النموذج التقليدي الآلي لا يقدم أجوبة مبسطة عن الأسئلة المعقدة في كوكبنا وكوننا. في المقابل تعطي معالجة المعلومات الملازمة لنموذج الكون الحوسبي فهما أعمق للظواهر المعقدة. نظرة أخرى يقدمها الكون الحوسبي، وهي فهم كيفية نشأة الكون. تعد إشكالية الثقالة الكمومية Quantum Gravity من أهم وأصعب التساؤلات في الفيزياء. في بداية القرن العشرين اقترح العالم أينشتاين نظرية النسبية العامة، التي تعد من أبرز وأجمل النظريات حتى الآن، والتي تفسر العديد من الظواهر الملاحظة في هذا الكون على المقياس الكبير. تهتم ميكانيكا الكم بدراسة جميع الظواهر الملاحظة في الكون على المقياس الذري، لكن فهم كيفية نشأة الكون يتطلب نظرية تجمع بين النسبية العامة وميكانيكا الكم. نظريتان مهمتان جدا، وكلاهما صحيح، لكنهما غير متوافقتين.